المخابرات المصرية قدرت ترصد الكود لاسم عبد الفتاح السيسي الحقيقي، اسمه ديفيد إيريل إيتام، وهو إسرائيلي ويهودي مصري. نجحت المخابرات الإسرائيلية في توصيله لأخطر منصب اللي هو منصب رئيس مصر، والمهمة الموكلة إليه من أخطر المهام في العالم، وهي تحقيق الآتي: 1. قطع النيل عن مصر والقضاء على الحياة في مصر وعلى السكان المصريين. 2. تخريب كل ثروة مصر وشركات مصر بالبيع والرهن وإغراقنا في الديون وتدمير الاقتصاد المصري. 3. إفقار وإذلال المصريين وتدمير كل جوانب حياتهم الاجتماعية والثقافية، وتدمير الأسرة المصرية والرجل المصري وإذلاله للقضاء على مؤسسة الزواج من أجل القضاء على نسل المصريين. 4. المساهمة في حصار خانق لأهل غزة وسد الأنفاق وترحيل كل أهالي رفح المصريين. 5. تهجير أهل غزة إلى شمال سيناء عشان تصفية قضية فلسطين. 6. تقوية نفوذ إسرائيل في الإمارات والسعودية والمنطقة العربية والأفريقية. 7. تهجير كل سكان سيناء المصريين وتدمير كل النخيل والمزارع والإبقاء فقط على 10,000 نسمة في كل سيناء عشان سيناء تكون جاهزة للتسليم لإسرائيل. 8. إلغاء اتفاقية كامب ديفيد في الوقت المناسب عشان تكون ذريعة لإسرائيل للدخول واحتلال سيناء الجاهزة للتسليم. 9. إضعاف وإفساد الجيش المصري وتخمة الجنرالات بمليارات الدولارات لإضعافهم وتسريب كل أسرار الجيش تمهيدا لتدميره بالكامل بعد إلغاء اتفاقية السلام وإدخاله في حرب هو غير مستعد لها. 10. نشر الفساد والظلم في كل جوانب المجتمع المصري وتوريد كل ضباط مصر في الفساد والظلم. أبناء مصر الصامدين، أريد أن يعلم كل مصري إن أي تعاون مع ديفيد إيتام عشان الفلوس هو تعاون مع إسرائيل مباشرة، والمقاومة المطلوبة منكم الآن إن كل مصري يعرف حكاية ديفيد إيتام، وعاوزكم نتعاون تعاون ذكي سلمي عشان نتخلص من ديفيد إيريل إيتام، أخطر جاسوس عرفه العالم. عاوزكم الجمعة الجاية بعد صلاة الجمعة من قدام كل مساجد مصر، ما تروحوش على ميادين محددة علشان الأمن ما يقدرش إنه يلمها. عاوزكم من كل قدام مساجد مصر، عاوزكم تهتفوا غزة غزة غزة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعاوزكم كمان تقولوا عبد الوهاب عبد الوهاب بكرة جايلك يا كذاب، عشان الناس تعرف اسم عبد الوهاب. مبدئيا انا عاوز الهتافات ما تستمرش الوقت طويل، انا بس كل اللي عاوزه يعني ربع ساعة كفاية عشان نكسر حاجز الخوف، وبعدين بعد الانصراف تنتظري مني توجيهات اخرى، التوجيهات بعد كده ان شاء الله. عبد الوهاب حسن رئيس مصر القادم.